مو من حقها تعاتبك، ولا أي شخص ما يدري شو اللي صار من حقه يعاتبنا. بس أنا أحس بالذنب. لا يا أخوي، حتى أنت مو من حقك تحس بالذنب، لأنك كذي قاعد تحسسنا كلنا إحنا بالذنب، والذنب مو ذنبنا إحنا، ذنبها إهي، ذنب حورية وبس. ملاك، اذكروا محاسن موتاكم. الله يرحمها ويغفر لها يا رب ويغمد روحها لينا. أنا ما قاعدة ذمها، بس أنا ما بالسالفة تنقلب علينا ويصير علينا إحنا اللوم، ننسى اللي سويتها فينا، نبتدي إحنا نحس بالذنب. دام ضميرنا عايش وما مات، لازم نحس بالذنب، لازم نعاتب نفسنا. علشان شنو؟ علشان شنو كل هذا؟ عشان ما زرناها بالسجن؟ هذا يطلع ولا شيء مقابل اللي سويتها فينا. شوف شوف أخوك الشمس شلون حرقته عشان يوميا بس واقف جبال مدرسة عياله، ينطرهم هالكم دقيقة اللي يمشون فيها من باب المدرسة لباب السيارة. بسبتها مرته طلبت الطلاق وحرمتها من عياله اللي روحه وحياتها متعلقة فيهم. وأنا أشوف حالي وحال عيالي يتشفقون على البرد والمطاعم، ما عندي أشتري لهم. ليش كل هذا؟ عشان أبوهم طلق أمهم ونسى أن عنده عيال لازم يصرف عليهم. وعيالي، عيالي عبالك ما يدرون ليش أبوهم طلق أمهم؟ ربعهم يعايرونهم بالمدرسة، ناس ما ربعك يعايروك بالمدرسة وخلوك تكره الدراسة وطلعت. ماني قادر أنسى، ماني قادر أنسى الابتسامة اللي كانت على وجهها ليلة عرسها، كانت مستانسة ما تدري أن هذا آخر يوم لها بحياتها. يا أيوة ابتسمي ابتسمي ابتسمي. ويما حالاتها أختي والله. شوف من هني بعد. أيوة يلا بعد واحدة كذي، بعد واحدة كذي، آخر واحدة. بس بس الفلاش كسر عيني. تعودي يا حبيبتي، مع شوي الفلاشات بتبرق بوجهك، بقق عيونك، مو تفشلين تسكرينهم، تطلع صورك وانت مغمضة تضحك. زين انا بروح الحين الصالة شوي وارجع لك. اوكي ملاك، عافية، لا تطولين علي. وي فديتهم اللي حاتون والله. لا تحاتين، انا بس بروح اتاكد اذا كل شيء اوكي ولا لا، عشان لما تنزلين تنزلين على الزاحف تبهرينهم بجمالك يا اختي العزيزة. يلا شوي راد تطلع. وأنانيتها وتسلطها، لأنها ربتنا عبالها أنها تقدر تتحكم فينا، وتحكمت فيك وفيني وفينا كلنا. وليش كل هذا؟ ومن اللي صارت ضحية؟ زهرة اللي صارت الضحية؟ لا حد يكلمني عن الذنب. الذنب الوحيد اللي أحس فيه أني أنا خليت زهرة مع حورية ديش الليلة. ملاك وياها حق بكل اللي قالته. حورية دمرت حياتنا فوق تحت يا أخوي. الله يرحمها، الله يرحمها إن شاء الله.
زين تقدر باكر تروح تسوي الاوراق وتستلم جثتها. ان شاء الله حاضر راح اروح. اقول حسن، هلا، ليش كانت تبي نزورها؟ ما ادري ما ادري اخوي ما ادري، يمكن حاسه بالذنب. قصدك كانت، الحين ما ينفع حتى نفكر بالسبب. حورية ماتت يا سعد، ماتت ماتت، ما راح نعرف ليش. آخ يا حبيبتي، لو تعرفين ايش كثر احبك واعزك. راحتي وسعادتي خلاص بقدر احصلها ولا اقدر الاقيها الا هني يمك ومعاك. عشان تعرفين ايش كثر غيرتي فيني اشياء، خلتيني غير رجال شباب، احب اغني وارقص واطلع واشياء وايد اسويها. علمتيني اشياء وايد حلوه في حياتي، حياتي خلاص رجعت تغيرت، حتى الحب صار له طعم جديد في حياتي، علمتيني شلون احب. بس انت لو صدق تحبني كان اعترفت بزواجنا، كان خليتني اقول حق رفيجاتي انا متزوجه منه، كان زرت اهلي تعرفت عليهم. انت لو تشوف امي ولا اختي ما تعرفهم ولا هم يعرفونك، حتى اخوي ما كنت تعرفه، ما تعرف الا ابوي اللي ما ادري كم دفعت له مهر عشان يرضى يزوجنا بالسر. ردينا مره ثانيه، ايش قلنا؟ مو قلنا لا نستعيد؟ قلنا لك صبري، بعوضك عن كل شيء، بعد ايش تبي؟ بس صبري علي شوي. خلاص خلاص ما راح اتحلطم، بس قلت لنا الله يفرجها. بس انت عاد لازم تحس فيني وتحاول ترضيني. امري تدللي، قولي شو اللي يرضيك وانا مستعد اسوي. ايش رايك نسافر؟ لا السفر لا ما اكثر، يعني خليه وقت ثاني، شغلي وايد ومسؤوليات ايش كثر الحين، ما اقدر اتحرك ما اقدر اسافر. خلاص اسافر مع اخوي، بس ها لازم تدفع له لانه ما عنده فلوس حرام. شفت شلون الفلوس اهم مني؟ لا 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 يا حبيبتي السالفه مو كذي. عيل شنو قلت لك اخوي بيسافر معي، شنو حجتك بعد؟ الا اذا بعد تبي تحكرني لين اموت وتطق كبدي. بسم الله عليك بموت. خلاص بعطيك بعطيك فلوس، بعد ايش تبين؟ سافري سافري واستانسي وارتاحي، واللي تبينه بيصير، بعد ايش تبين؟ صدق حياتي انت فديتك، الله لا يحرمني منك. ولا يحرمني منك. عنك 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 خالي، ما شاء الله ايش حاط فيها. يا الله يا الله يا كريم، لا اله الا الله. سجله قالوا يا عيسى الكبر شيء، انا خليفه اللي اول اطق الطوف اطيح، الحين ما فيني شده ما فيني حيل اشيل جنطتي. الله اكبر. الله هداك بعد يا خالي، كان شفت لك سايق من هالسواق بالفريج، عطى دينار اشيل لك هالجنطتين. يا عيسى كان زين يرضون، لكن الحين الدينار ما قام يترس عينهم، الكل قام يتعنفك. وانصاج يا خالي، المهم انت ارتاح الحين على ما يجيب لك القلاص ماي بارد، ريح. اي والله انا ريجي نشف من التعب. خلاص ارتاح ارتاح. يا الله يا كريم يا عظيم يا رحمن يا رحيم يا الله. خليفة شلونك؟ أنا بخير، أنت شلونك يا فهد؟ الحمد لله. إلا هذول الجناط ملوت منو؟ هذول جناطي. ليش تبي تسافر وياي تسلم علينا؟ لا وانت الصاج ماني مسافر. ليش عيسى ما قال لك؟ وعيسى ايش قال لي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعطيك العافية يا غالي. الله يقويك. هلا بنتي، شنو طالعة؟ ايه بعد ابنك طالعة تغدى مع امي. افا وانا اللي صاحي من الفير رايح سوق السمك وياي بنت الزبيدي اللي تحبينه اكل بروحي. ويه حسافة، لو أدري كذي ما وعدتها. وبعدين فشلة الحين أقول لها خلاص ما أقدر أيه، أكيد هي جاهزة. إيه صحيح فشلة، خلاص يبا روحوا تغدوا عليكم بالعافية. تأمر على شيء يا يبا؟ لا يا يبا سلامتك، الله يستر عليك. يلا مع السلامة. مع السلامة. Thank you.
تفضل يا خالي، وهذا الماي البارد. تسلم ايدك يا عيسى. الا ما قلت لي ايش قال لي عيسى. انت ما قلت حق زوجتك عني؟ شو ما قلت لها؟ قلت لها منال انا ما قلت لك انه خالي ابي يقعد عندنا كم يوم؟ لا وانت الصاج مو كم يوم. خالي الله يهداك، بيني وبينك بعدين اكلمك. بعدين ليش؟ زوجتك مي راضيه؟ لا ماني راضيه، واظن انا قلت هالحكي حق عيسى. يا بنت الحلال انا اخطيت في حقك لا سمح الله، قلت شيء ضايقك؟ لا بس اسمح لي، انت خال ريل مو خالي انا، يعني ريال غريب، وانا احب اخذ راحتي في بيتي. يا بنت الناس سمعيني، انا ماني قاعد عندك في البيت، انا بقعد في الملحق. ولو الصوت يسري، يعني شلون؟ انت حكي بصوت واطي، نصير بلابل انا وريلي عشان ما حد يسمعنا، ولو سمحت شوف لك مكان ثاني. عايسة، شو رايك بالكلام اللي تقوله زوجتك؟ رايه من رايي، وهو كان مستحي يقول لك، ولو كان في مجال كان قعدناك عندنا، بس احنا اساسا ما بغينا ناجر الملحق عشان هالموضوع. فان شاء الله انك ما تزعل وتشوف لك مكان ثاني. هذا رايك يعني ها؟ هاي سمعوني انتوا الاثنين. لما كانت حورية التحرش بشريفة كنت تدافعين عنها وتطقينها بعد، ايش معنى هذا سكتي عنها؟ انتي تدرين ان اللي بالسجن كلهم يهابونك ويخافون منك ويحترمونك بعد، شلون تخليني سابت حاجة كذي؟ شلون الحين بالتمادة اكثر وباكر تفرعن علينا كلنا؟ ايه هقريني هقريني بعد ايش ولا كل اجم يوم وبطلع وبخليك بروحك وما راح اسال عنك بعد. زين اللي انتوا قاعدين فيه والسيارات اللي كل واحدة احلى من الثانية قدام الباب، ترى كل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم فضلي انا. انا لما طاح السوق ما جيت هدت ريلتش، وتحملت الجزء الكبير من الخسارة، تحملتها بروحي. كلامي عدل ولا انا غلطان يا سيد عيسى؟ صح كلامك خالص، صح كلامك. ايش تقصد يعني؟ تقصد ان عيسى لا شقة ولا تعب وقاعد في البيت وانت اللي تصدق عليه؟ سمعيني عاد، عيسى يعرف معنات كلامي زين، والكلام هذا اللي بقوله يوصلك وتعداك. ترى انا ما عندي شيء خسره ولا عندي مكان اروح له، وان طلعت من البيت هني ما يردني الا المخفر. لا المخفر النيابه، علشان اقدم لهم كل الاوراق اللي تثبت كل شيء وادخل رايلك وياي السجن. ذيك الساعه بالسجن نلقى مكان ننام فيه، نشرب ناكل على راحتنا، ولانباع البيت وراحة السيارات سووا اللي تبون. خالي خالي الله يهداك، بس خالي انت عبالك انا من الريايل اللي يمشون ورا حج حريمهم؟ افا عليك، انت اللي داش واحنا اللي طالعين. عيسى بلا عيسى بلا بلوط، سمعي خالي بيقعد معزز مكرم غصبا عليك، عاجبك عاجبك، مو عاجبك شيل اغراضك وبيت اهلك. خوش عيل خلي خالك ينفعك. اكيد بينفعني، مالت عليك. اف عليك بس يا خالي، تقول ما ينفعني الا تنفعني ونص. خالي تغديت؟ لا بعدي ما تغديت. يا ايش ناطرين احنا؟ فهد انت ايش عندك موقف اني اتصمت علينا ها؟ لا يما ماكو شيء، بس كنت يعان وهونت بس ما بشي. دام انك يعان ايش حقه ما تحكيت؟ ايش تبين اسوي لك؟ اخلص. اشكرا يما ما بشي. تعال 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 هني، ثاني مره لما حاكيك توقف تسمعني، وبعدين انا امك ماني خدامتك عشان تطلع تشبك مني، وبعدين انا قاعد اشقى واتعب، وبعدين هذا يزات اغسل لك وانطق من وراك. منال Thank you.
اخذتهم وبعد. انزين مايوم احنا لا تنرفزيني تسوين سوالف. بدام تبين كان هي تخذيتيهم عادي يبي بطاط وكاكاو. شون عمر 3 سنين انتي؟ شنو ما احبك ما انزل جمعيه؟ شو الحكي؟ والله العظيم بنات اخر الزمن تبون مجمعات تبون طلعات تبون سوقه. يلا يلا فليها فليها يلا باي. هاك البس الغميس بسرعه يلا. يبا ما ابي حاف. يلا بلا حاف. السلام عليكم. هلا. مساك الله بالخير ابو بدر. هلا والله هلا. كيف حالك؟ شلونك ابا؟ طيب مبارك. ان شاء الله مرتاح. يه 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 منو هذا؟ اكيد بدوره حبيبي. عمي شلونك ابا؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله مرتاح زين؟ خل اشوف عضلاته. خل ابا خليه. خل اشوف السبع هذا اشوفه. الله شنو هالعضلات هذي؟ يا حلوك يا حلوك. انا مشغول. تبي شيء فيصل؟ لا سلامتك. يتربى بعزك ونشوفه معرس ان شاء الله. الله يسلمك. شوف هاي جمعيتنا غريبه والله. بالصدفه كذي فمره هني قلت امر اخذ لك مشوار. يا حبيب حياك الله. الله يسلمك. حياك الله. هلا هلا حياك الله. هلا. تبي شيء باي؟ انا مستعد. سلامتك انت بس. حياك الله يا هلا ابو بدر. يا هلا. انت ايش فيك؟ ما تشوف بلوستك مشققه لابسها؟ ما تعرف تقول حق امك ما بيلبس هذه مشقوقه؟ اثول انت. ايش فيك مره ثانيه؟ اذا امك لبستك كذي قول لها ما بيلبس كذي. هذا باكر يفضحنا. ما امشي 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 امشي. اسمعني انت، لا تقعد تعطيني دروس ومحاضرات بالامومه والحنان والضيافه. انا وحده عارفه نفسي عدل، عندي شخصيه، ماني من الامهات اللي 24 ساعه دمعتها على خدها وتبتبج. وتبيني اشوف ولدي يطول سانه علي واسكت له؟ وبعدين انت عمرك طلبت مني شيء ورفضته؟ دائما اقول لك حاضر وتحت امرك، وبعدين لا تفكر ان على ابونا ولدك معاق قاعد اسكت. علبك شنو انت؟ خافي الله قلبك شنو هذا؟ صخر؟ هذا ولدك، ولدك مو ولد الخدامه. ايه اطلع من موضوع خالك ودش لي بموضوع فهد. يلا شوفي، خالي بيقعد بالبيت غصبا عليك، ما راح اطرده. ذليت بسرعه وصدقته؟ على بالك صجه بيروح النيابه ويشتكي ويسجنك ويسجن نفسه؟ انت ليش غبي؟ مصدق ولا مو مصدق؟ سمعيني، خالي دام عنده الاوراق يعني رقبته بيده. تدرين قطوني بالسجن؟ انت اول واحده بتعطيني ظهرك. خوش عيل، اقعد بهالبيت وجابل خالك وجابل ولدك، وبشوف انت شلون تتحمل فراقي. وانا قاعده بهالبيت ما راح اقعد لك. ذلفي ما ادري وين بتروحين عاد، قصر ابوك. الو. هلا حبيبي، صباح الخير والهانة عليهم. هلا حبيبتي، هلا صبحت الله بالنور. وانا بعد نفس الشيء حياتي. انا تشيكت على الرحلات وبحجز حق السفره. اشتهوا بالسرعه هذه. ايه حبي، كل ما كان ابكر كان ارخص، وبعدين والله مسوين عرض وايد حلو، حرام يطوفنا. طيب والجامعه؟ عادي ما رح يطوفني شيء مهم. بعدين ايش دعوه يعني، انا ما كنت بالجامعه عشانك. خلاص خلاص زين، مو مشكله. انزين حظي، متى تمرني تعطيني الفلوس؟ امرك اليوم المساء. لا ابيهم الحين بسرعه، تكفى. خلاص حبيبتي خلاص، كل شيء عاد ولا زعلك. واي فديت انا. انزين يلا حبي باي. أقول مر البنك. هاي إن شاء الله عمي.
تعاندني، تسمع كلامي زين؟ مو تعاند، فاهم ولا لا؟ ما اسمع. قول ايش عليك؟ شوي شوي، ايش في بدوري؟ شو مسوي؟ شو مسوي؟ فشلني، شنو هذا؟ في احد يلبس ياه القميص بالحر؟ ايش فيك انت؟ لا شنو تحت القميص؟ شنو تحت القميص؟ بلوزه مشققه، بطنه طالع، كرشه طالع، انت ما تفهمين؟ ما تعرفين تدبرين نفسك؟ انا ايش دراني انه هو راح يفسخ القميص؟ عبالي ما راح يبين. ايش شنو ما يبين؟ لبسه ياه القميص بالحر اكيد بقطه، قط القميص واقول له البس مو مراضي، معاندني، مره ثانيه انا عاندتني وريتك شلون يا بدور. غانم شوي شوي عليال، ترى هو ما له ذنب. كم مرة أقول لك خلاص ملابسه صغرات عليك قصملت، لازم نشتري له يدد، أنت ما عندك وقت تروح تشتري له؟ وأنت ما تعرفين تدبرين نفسك؟ ما تعرفين تروحين؟ كم مرة أقول لك بروح أشتري له تقولي لا نطريني، أنا بروح وياك. أنا لو أدري إن فصل بيشوفني بالجمعية، كم ما نزلته وياي، كم ما خليته يفشلني، بس أدري فصل الحين بيوضحني، هاي القهر أخ. انزين دقيقة لا تنزل، بغيتك بسالفة. قولي داخل. لا لحظة، ما بي مرتك تصوخ علينا وتقعد تقاطعنا، ما يخلقها. اتفضلي يلا فليها وقولي لي شو الموضوع. انا بهد الجامعة. حلو، يعني بتروحين جامعة ثانية؟ لا انا بهد الدراسة مولية. ليش؟ يبقى انا هذا حد مستوى ذكائي، رفيجاتي كلهم خلصوا من الجامعة الا انا مبلطة فيها. ايش شد حيلك؟ ليش هم عندهم عقل انت ما عندك ولا تفكيرهم اقوى من تفكيرك؟ شد حيلك وخلصوا فكينا من الجامعه. رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، انا هذا حد مستوى ذكائي. يعني شلون؟ تبين تطلعين من الجامعه بدون ما تاخذين الشهاده؟ ايه، شو المشكله؟ شو المشكله؟ بكبرها مشكله، انت جامعيه ملاقين وظايف. تبين توظفين على الثانويه؟ قولي لي يا حضره جنابك يا مي يا حبيبتي انت، وين بيوظفونك على شهاده الثانويه؟ قولي تحكي. منو قال لك ابي وظيفه؟ ها شنو بعد؟ انا صراحه ما ابي ابدا حياتي بوظيفه حر وشمس وزحمه. ليش؟ انا اتزوج واحد غني يصرف علي واقعد في البيت. هذا تفكيرك؟ اي بيض الله وجهك. انا اقول نزلي وايد احسن. توا ما تذكرتي ان لك ام؟ سامحيني يما، انت تدرين انا مشغوله مع فهد وما اقدر اهده، وطلعته وايد صعبه. والتليفون بعد صعب؟ اوه يما عاد لا تقعدين تعاتبيني، انت تدري ان انا زعلانة عليك. دام انك زعلانة شايبك تطرديني؟ انا لا طردتك ولا صكيت الباب بوجهك، بس انت تقولين اللي منعت تسألين عني انك زعلانة، شو اللي تغير؟ لو ما اسأل عنك كان ما جيتك، كان رحت قعدت بفندق. لا صادجة صادجة يما عاد خلاص خلاص عاد يما، أنا بروح أرتاح بداري. صبر، ودي جنطتك عندي بداري. وليش مو داري؟ لأني أجرت دوركم كلها. أجرتي دورنا؟ ما يخالف يما، ما يخالف. السجن غير فيني أشياء وايد، كل الأشياء اللي قضيت نص عمري أركض وراها، كنت أفكرها مهمة، صارت الحين تافهة وما لها معنى. قصدك الشهرة والفلوس؟ كل شيء يا خولة، حتى الألوان صرت أشوفها لون واحد رمادي، لون عادي ما له هوية. تأديتي وايد بالسجن؟ تعرفين شنو أصعب لحظة؟ شنو؟ أصعب لحظة لما تستوعبين إن حياتك خلاص صارت زنزانة وحديد، وإنك معزولة عن العالم كله. لما تستوعبين إن أحلامك اللي ما حققتيها وكل الأشياء اللي خططتي تسوينها، كل الأماكن اللي تبين تروحين لها، والناس اللي تبين تشوفينهم، كل هدف تسعين له خلاص، تحسين الزمن وقف عند نقطة واحدة حزتها. تسألين نفسك زين أنا ليش عايشة وعشان منو؟
تحسين ان حياتك خلاص صار ما لها معنى. هذه اصعب لحظه، ما تحسين ان وجودك وعدمه واحد. حسيتي كذي؟ بالعاده الانسان في هالظروف ينهي حياته، بس اذا تجاوزها كل الاشياء تفقد قيمتها عنده. بس الإنسان لما يكون قريب من ربه ويلجأ له بكل وقت بيكون قوي يمه، ما رح يحس باللي حسيتي فيه، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي القوة والصبر عشان تحمل كل الظروف. أعترف أني عشت عمري كله بعيد عن ربي، بس الله سبحانه وتعالى يتقبل التوبة بكل وقت. توبي يمه، رفعي إيدك وطلبي من الله سبحانه وتعالى أنه يغفر لك. بس لي قلبك ينفع الحين؟ طبعا ينفع في كل وقت. بعد صدقيني يما ما راح تخسرين، راح تحسين براحة مو طبيعية. بس ها، النية الوحدة ما تكفي، لازم تصلين وتقرين قرآن بعد. جربت بس ما وصل، دايما أقطع. لا تيأسين يا يما، جربي مرة ومرتين وثلاث وأربع، وحتى لو قطعتي هم جربي مرة ثانية. راح يجي وقت تحسي انك لو ما صليتي في شيء ناقصك، وكذي راح تشوفين الدنيا بألوانها الطبيعية، ما راح تشوفينها بلون واحد. روحي وقفي عندها الخباز، باخذ خبز حق مكية تموت على الخبز. ان شاء الله يمه. انتي مرتاحة في المكان اللي قاعدة فيه؟ وايد. مكية هذه ذهبة تنحط على الجرح يبرى، وحرام مسكينة ما عندها احد، ما ودي اخليها. أنا رحت ليدي ويدتي. شنو صار؟ ردوك ها؟ بس يدتي والهان عليك وايد يوم وتحبك. مو كثر يا خورة، صدقيني مو كثر. هذه أمي. لا يدريك خلقك، عمر الظفر ما يطلع من اللحم. بيجي اليوم إن شاء الله، يا الله يصلح بينكم يا يما ويجمعكم مع بعض إن شاء الله. يما لو تبين أي شيء في الدنيا ترى أنا موجودة، وهالكلام مو بس من عندي، من عند أبوي بعد. جزاه الله ألف خير، ما قصر. وأنت حبيبتي مشكورة على الغداء، وايد استانست بهالطلعة، كلامك بعد وايد ريحني، في نفس الوقت خلاني أستحي. إن شاء الله عليك، فاهمة وعقلك كبير أحسن من أمك. يا بعد عمري يا يما، ترى أنا ما جبت شيء من برا، أنا بنتك يعني وارثة منك أشياء وايد. الله يحفظك إن شاء الله. يلا حبيبتي أشوفك على خير. ها وين؟ أنطرك يما هني لما تجيبين الخبز وبعدين أوصلك. لا حبيبتي، البيت قريب والجو وايد حلو، أبي أتمشى شوي. خلاص اللي تشوفينه. على فكرة أنا جبت لك هدية. هدية لي أنا؟
يما لا تفهميني غلط، أنا ما أبي أضغط عليك، بس إذا فكرتي تتحجبين هذا هو موجود عندك. شكرا حبيبتي. طال عمرك، شلون الرحلة؟ إن شاء الله كانت مريحة. الحمد لله. أنا طال عمرك ضبطت لك كل شيء، إن شاء الله بتشوف كل شيء يعجبك. بنشوف إن شاء الله. ناطرتك على نار يا ناصر، ناطرة اليوم اللي أشوفك واقف قدامي تترجاني وأخذ حقي منك. صار لي 7 سنين أنطر وما فيني أصبر أكثر من كذي. صبر شوي، أقولك أنا كنت قاعدة عند أمي بالدار، أمي نايمة ما بتكلم قدامها. لبغيت أسألك أنتين ما تذكرتيني إلا الحين؟ يعني لهالدرجة مشغولة؟ خوريلك سكرتير السفير مو سفير. سمعي الحين، خلنا أقول لك، أمك مأجرة البيت على 2، واحدة خريجة سجون والثانية ما أدري من وين طلعت لنا. أقولك توكلهم وتشربهم وتطبخ لهم، كنا البيت بيتهم، قاعد يسرحون ويمرحون بالبيت. كنا هذول بناتها مو احنا اللي بناتها. صراحة بيني وبينك انا خايفة، تدري ان امنا مرة عودة، اخاف يقصون عليها وتكتب البيت باسمهم وباكر احنا نطلع بدون شيء. وحدة فيهم شريفة، تعرفين مني شريفة؟ هذه شريفة وحدة ممثلة، ما ادري مقنية، ما ادري شنو بالضبط شنو شغلتها، اللي قبل كم سنة انسجنت على قضية تزوير فلوس ما شنو. ايه هذه ما غيرها، قطيعة تقطعها. المهم ممثلة ولا مقنية؟ النطيحة والمتردية. بعدين هذلت عشان على طول. يلا بعدين أكلمك. باي باي. لا
استغفر الله واتوب اليك. صبحت الله بالخير يا بنيتي. صبحت الله بالنور. فيه شريفة متضايقة؟ وانا ايش دراني؟ لا يكون سمعتي هي كلمة كدرتها؟ لا سمعتها ولا شيء، هي مبرة معصبة، لا تبلشيني فيها، أنا ما أدري أنا بنتج ولا هي اللي بنتج؟ مو عن شيء يا يمه، بس المرة حساسة، يمكن طلعت مني كلمة كذي ولا كذي، يعني يا يمه يمكن من غير قصد. تطمني، من غير قصد ولا بغصد، أنا لا أروح صوبها ولا أحتك فيها. وش حقها ما تحتكين فيها؟ المرة حليوة وسنعة وطيبة وخلوقة. يا يمه الله يهداك، ايش فيك؟ قاعدة اقول لك انا ما احب احتك بهالناس هذه، هي لو حليوة وخلوقة على قولتك كان ما صارت خريجة سجون. منال انا كم مرة قايلت لك لا تجيبين طاري هالسالفة مرة ثانية. يا يمه الله يهداك، انا بعرف انت شلون تأمنين بكذي ناس، هذيل اشكالهم شبهة، وبعدين تبين الصج انا خايفة على نفسي منهم. شالعيارة والجبزة؟ انت طول عمرك مظهورجيه، اذا انت خايفه على عمرك روحي قعدي بيت رايلك، ايش حقك قاعده عندي؟ انا على يوم بذبح هذا اللي اسمها مريوم ولا بقص لسانها. ليش صاير بعد؟ انا خلاص ما اقدر اسمع اي كلمه تهيني او تذكرني بالمكان اللي كنت فيه. يا بنت الحلال طنشيها خلها تولي، ما تشنش سمعتي شيء عشان خاطر امها. وانا طنشت وانطميت علشان خاطرها، لكن كان خاطري امسكها من شعرها واطقها الطق لين برد قلبي فيها. هي بعد الله يهداها ما ادري سالفتها، كلها تحاول تغثنا يا بنظراتها يا بحركاتها يا بتصرفاتها، وهي مصيبه صابتها. انا ما ادري ليش تكلمت عنها، من جبت طاريها نطت لنا مثل اليندي، كنا مرتاحين بروحنا. أصلاً هي مصاحبة طويلة، شكلها متملنة من هني. أقول إيش رأيك بهذا، حلو؟ إيه زين، لبسي أي شيء، أصلاً أي شيء يطلع حلو عليك. يا بعد عمري والله. ما أقول لا، الله يهديك يا بنيتي. دعوي ما الله يهداك، فتحت المواضيع الجديدة والقديمة، كل هذا علشانهم؟ عشان أوريك الفرق اللي بينك وبينهم، علشان تعرفين ليش أنا مرضى عليهم. في فترة قصيرة سوولي اللي ما سوولي بناتي. خلاص خلاص يا كلمة ردي مكانك، أنا لو أدري كذي بيصير كان ما تكلم. وبعدين يما لا ضايقيني، أنا اللي فيني مكفيني، أنا بروحي متضايقة. إيش تو شو اللي مضايقك بعد؟ أقول يما لما كنت برا البيت تليفون البيت ما دق؟ لا والله من حطيتي لا دق ولا سمعت صوته، حتى بناتي ما سألوا عني. يعني عيسى ما دق ما تكلم؟ وليش يكلمني أنا؟ يعني يما أنا من طلعت من البيت لا دق ولا سأل. هذا أنت قلتيها، هديتي للبيت وطلعتي، يعني ليش يدق عليك؟ أنا بعرف أنت واقفة معي ولا معاه؟ أنا مع الحق، دام إنك تبين رايلك ليش هديتي؟ أنا قلت له هديت للبيت بيفقدني شوي. وهذا هو، لا سأل عنك ولا شيء، يعني ما فرقت معه. Hello? Hello? Brilliant idea. It's not every day we get a visit from a professional. In that case, let's... ها فهود، شلونك بالفيلم؟ فيلم يباح حده عجيب روعة. أضبطك. شوف، طالما تحب هالأنواع من الأفلام، بشتري لك وايد أفلام وحطهم لك بالغرفة. يا بعد أمري. طالع الخال. خالي، شو الأفلام اللي تعجبك؟ الكوميدي ولا الأكشن؟ يا ولد اختي تبي الصيد؟ انا احب الافلام الرومانسيه، الافلام الهاديه، احب اريح بالي، احب اضحك. افلام على قولتك اكشن وطقني وطقك وذبحني وذبحك، ايش حقه؟ ايش حقه اعور راسي؟ افا عليك، انا احب الهدوء.
يكفي المر اللي انا شايفه بحياتي. يا رومانسي انت يا رومانسي. ها والله على قولتك يا خالي احلى شيء الهدوء. اي والله بس كني حنيت على ايام العزوبيه. انت الحين كنك عزوبي ايش تبي بعد؟ اي والله وانت صاج كنا حلوه العزوبيه. يبا شنو من تراد امي انت تبيني اردها؟ لا بس اسال. يبا والله امك ما حد قال لها طلعي برا. هي اللي زعلت وخذت هدومها وراحت عند امها وكان حلت لها القعده هناك روحها برده خلت تقعد عند امها. نفتك تدري امك كذي تشوف فيلم تشوف برنامج طبخ